اهلا بكم. اليوم سوف اقول لكم قصص صاحبها. انا فاطمه خالدي وهذه بنت عمتي شهد البصير. اليوم سوف نقرا لكم قصه انا احب. I love. انا احب ان انام الى وقت متاخر في الصباح. I love to sleep till late every morning. أحب أن أهرب من أمي عندما تريد أخذي إلى الحمام. I love to play around when mommy call me for my bath. أحب أن أكل البيتزا والمعكرونة والحلويات. I love to eat pizza, pasta and cake. أحب أن ألهو عندما تريد أمي أن تدرسني. I love to play around when mommy wants me to study. أحب أن ألعب كرة القدم كل يوم. I love to play football every day. أحب أن أمرح مع رفاقي كل يوم. I love to have fun with my friends all day. شكرا.